عشان نوصل لمراحل افضل من التقدم في الدوله، في حاجات كتيره وصور ونماذج كتيره جدا لازم نشوفها وما ينفعش نخجل منها. ايوه عندنا كوارث في بعض تعاملاتنا مع اولادنا في التربيه. يعني اربي ابني ازاي واربي ابني على ايه، ودايما الطالب في المدرسه ده هو بالاساس نتاج تربيه اسره اب وام او اب او ام. ما ينفعش ابعت ابني المدرسه واقول هي هتربيه وتعلمه، ده مش هيحصل لو ما كانش واخد من البيت اصلا فكره التربيه والحلال والحرام، ده من الاساس مش هيروح المدرسه يتعلم حاجه ولا يفهم حاجه. ده مش بس كده، ده هيروح ممكن يضر نفسه ويضر غيره. في طالب للاسف الشديد لقي مصرعه داخل مدرسه، دي مدرسه الزراعه الثانويه في شبين الكوم في المنوفيه، على ايد صديقه. ازاي لقى مصرعه على ايد صديقه؟ مات ازاي؟ كانوا بيهزروا مع بعض، الخبر بيقول كده، بيهزروا مع بعض، الامر تطور ما بينهم لمشاجره، راح ضربه اعتقد بمطوه او حاجه، وطعنوا طالب محمد صبري فصل كذا، طعن طالب اسلام عبد اللطيف فصل تاني في مطوه بعد ما تشاجروا ما بينهم في الفسحه في مدرسه شبين الكوم الزراعيه. طبعا هنا في اسئله كتيره جدا، يعني عن التربيه في الاساس زي ما قلنا، عن اداره المدرسه. واللي شاغل بالي قوي الحقيقه، الطالب ده دخل المدرسه اصلا بمطوه ازاي؟ وعارفه ان في حد ممكن يرد عليا يقول لي يعني يا استاذه هنقف على باب المدرسه نفتش كل طالب داخل؟ حضرتك صح برضو، بس طب وبعدين؟ ما احنا عندنا مصايب بتحصل في المدرسه، احنا الاسبوعين اللي فاتوا بس دول في ثلاث اربع حوادث كوارث في الطلبه الولاد اللي دخلوا على هجموا على مدرسه بنات، دخلوا على الفصل بتاع مدرسه بنات وبنات قعدت تصوت. في كوارث، المدرس اللي ضرب البنت على عينيها وفقدت عينيها. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ مختار شاهين وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمنوفيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. يعني الواقعه مؤسفه، مؤسفه بكل المقاييس، لانه في النهايه في طالب شاب مصري مواطن مصري فقد حياته. تفاصيل الواقعه ايه يا فندم، وازاي الهزار اتحول لمشاجره ما بينهم وصلت انه واحد يطلع مطوه يقتل زميله الثاني؟ انا مع حضرتك، وفي البدايه بنعزي اسره الطالب المتوفى. حضرتك الطالبين دول حضرتك في خلاف بينهم من قبل المدرسه، الاثنين حضرتك حضروا الطابور الصبح وخرجوا من عصور، نطوا من عصور، وفي الفسحه بتاعه البنات نطوا من عصور تاني، وطالب اسمه محمد صبري عبد الفتاح ده في اولى تابع قام بالهزار مع زميله اسلام حسن عبد اللطيف وخرج المطوه وراح طعنه فوق القلب كده فادى بحياته. انا مع حضرتك ان في فعلا تقصير من اداره المدرسه وفهم الاشراف، لان اصلا من المفروض ان يبقى في البيت الواد خارج اصلا في تربيه من قبل التعليم ان شاء الله. طب ممكن اسالك سؤال يا استاذ مختار؟ اوبر يا فندم. لما انتشرت الواقعه دي قريت كده يعني بعض التعليقات من الناس تقول لك ايه، بلغوا بقى وزير التابلت بالحادثه دي وانه في ولد ضرب زميله بمطوه موته بسخريه، بيقولها بسخريه يعني، بلغوا وزير التابلت الكلام ده. انا بسال حضرتك والله، ما مش 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 بوجه الحوار في منطقه، انا بسال حضرتك كوكيل لوزاره التربيه والتعليم، رجل تربوي بالاساس وعندك خبره كبيره طبعا. وزير التربيه والتعليم ايا كان هو مين، دكتور طارق شوقي او غيره، وزير التربيه والتعليم هنا يعمل ايه في الحالات دي؟ يعني هو مسؤول عن ايه دلوقتي؟ مسؤول ان 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 الولد ده ما ترباش اصلا، مسؤول انه لما اتخانقوا مسؤول ودخل قلب المدرسه معاه مطوه، مسؤول ان هو راح طلع المطوه مصفي زميله موته، يعني قول لي كده المسؤوليه بقى تروح على فين يا استاذ مختار؟ انا اسمح حضرتك واقول لك، المدرسه دي يا فندم مدرسه زراعيه مشتركه 45 فصل فيها 1946 طالب وطالبه. معمول فسحتين اثنين، فسحه للبنين وفسحه حضرتك للبنات.
معالي الوزير طبعا بصفه دوريه ويوميه بيقول لنا على موضوع المتابعه. كان في لجنتين اثنين من المتابعه معاليكي، لجنه من المديريه ولجنه من الاداره جوه المدرسه. بس الطالب ده اصلا جاي، انت حضرتك بتقولي دخل بباقه ازاي؟ دلوقتي شوفي ارجعي للاسره بتاع الطالبين الاثنين. الطالب اللي هو ضرب بالمطوه ده اهله مسجلين خطر يا فندم، واخد على كده. يعني هو الاول دخل المدرسه الصبح من غير مطوه واتخانقوا جوه، ونط من على السور تاني، واختار الفسحه الساعه 11 الى 10 بتاعه البنات، وراح ناط تاني عشان في خلاف بينهم على طالبه. انما في يعني الولدين دول، الولد اللي اتقتل والولد اللي قتل، الاثنين كانوا متخانقين على بنت، على طالبه؟ متخانقين يا فندم قدام باب المدرسه الصبح، وخرجوا الاثنين، والاثنين نطوا جوه المدرسه، قدحوا السور الساعه 11 الا 10 يا فندم اثناء فسحه الايه البنات. ولذلك حضرتك الكاميرا اما مصوره بكاميرا في المدرسه، ووكيل النيابه جه فرغ الصور، ما كانش فيه الا البنات حضرتك وهم الولدين الاثنين دول. وفي نهايه، لان الفداء يا فندم اكثر من 5000 متر، وبالتالي المشرفين بتوع المدرسه كانوا مركزين على الاشراف على البنات، يعني كانوا مخليين بالهم من البنات وكانوا بيطلعوا البنات. حضرتك دلوقتي احنا عندنا متابعه يوميه، جميع قيادات الاداره والمديريه والمدارس بتلف على المدارس بناء على تعليمات معالي الوزير يا فندم. احنا ما بنخش مكاتبنا قبل الساعه 12. يا استاذ مختار، ممكن بس اقول لحضرتك على حاجه؟ معلش يعني يعني رجاء بس اتقبل مني ده. هو برضه يا فندم يعني اساليب العلم الحديثه واساليب الاداره الحديثه بتؤكد انه العمل والانتاج ليس بعدد الساعات وانما بجوده العمل. فانا هنا في خلل ما يا فندم، انا مش بكلم حضرتك عشان الومك، يعني مش يعني اكيد مش بنعمل ده، بس يعني في خلل ما عندي ان طالب يقف ويتعارك والصبح في طابور ولا في الصبح كانوا اصلا في سابقه خناقه ويدخل بالمطوه. المدرسه يا فندم الخناقه كانت بره المدرسه. طيب بره المدرسه يا فندم، برضه اجابه على السؤال يا استاذ مختار، دخل غياب يا فندم؟ طب يا فندم اتنين غياب هو الطالبين الاثنين غياب يومي امبارح. هو قتلوا فين يا فندم؟ يا فندم قتلوا جوه المدرسه. طيب يا فندم متسجلين غياب ازاي؟ مش فاهمه. غياب ما حضروش في الحصص يا فندم، بس موجودين في حرم المدرسه يا فندم، ما دخلوش الفصول، وبالتالي بيسجل غياب في دفتر الغياب. تمام بتاع المدرس وبتاع شؤون الطلبه. تمام، بس موجودين في حرم المدرسه يا فندم، صح ولا انا غلطانه؟ انا بقول معاليكي ايه، الفناء عباره عن 5000 متر، هم في نهايه ورق خلف المبنى، والمشرفين معاليكي كانوا متواجدين مع البنات بيحرسوا البنات يا فندم. ما انا عندي ولد مات يا فندم، بيحرسوا البنات يعني. يا فندم دول الاثنين نطوا من على البوابه، والخناقه كانت عند البوابه، والضرب المطوه كان عند البوابه، ضربوا بالمطوه ونط من على البوابه تاني. حضرتك ممكن اسال سؤال يا استاذ مختار، سؤال اخير؟ امور يا فندم. ايه الاجراءات اللي هناخدها بعد الحادثه دي؟ يا فندم النيابه دلوقتي بتاخد الاجراءات، اولا احنا واخدين الاجراءات يا فندم المتابعه كل يوم يوميا في لجان من المديريه ولجان من الادارات. حضرتك انا مثلا عندي في المنوفيه 2380 مدرسه. خدت بالي معاليكي؟ عندي مليون طالب. فحضرتك انت بداتي حديثك باني لازم يكون الواد في تربيه الاول قبل ما يروح المدرسه، حضرتك يتعلم. دي ثقافه اسره وثقافه عيله وثقافه مجتمع يا فندم. انا دلوقتي مش هقول لحضرتك ان انا هزود المتابعه، لان المتابعه فعلا موجوده. انا كل اللي عملته يا فندم انا فصلت البنين عن البنات. خليت البنين في فتره مسائيه والبنات فتره صباحيه، وبينهم احنا واضح كده يا فندم ان احنا محتاجين نفصل البنين عن البنين. يعني يا فندم أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد مختار شاهين، عفوا أستاذ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية. أصل بصوا حضراتكم، هي زي ما قلت الأستاذ مختار، هي مش الفكرة إن أنا أكلم المسؤول على الهوا نقعد نقطع ونشرح في بعض. ما هي خلاص بيقول لك الولد اللي قتل ده أهله مسجلين خطر،
على رأي، انا اسفه طبعا والله ده مش موقف ولا ظرف الواحد يضحك فيه، بس فاكرين الليمبي في الفيلم كان بيقول ايه يا شباب بالافيه الشهير ده، واحد مصاحب علي كوخه وايه علي علوكه واشرف كوخه، بسم الله ما شاء الله يا استاذ احمد، بسم الله ما شاء الله، واحد مصاحب علي علوكه واشرف مش عارفه ايه واشرف كوخه، مستنياه يطلع ايه، عايزاه يطلع طيار. الولد اهله مسجلين خطر، فخلاص موضوع المطوه والتهديد والكلام ده بالنسبه له شيء عادي جدا. لا، عندنا مشكله، عندنا مشكله كبيره كبيره كبيره، عندنا مشكله قيم وتربيه من تحت من الاساس، مش الظواهر من بره، من تحت من الاساس. بمناسبه